واحده من ميكانيكال هازردز اللي ممكن يعني نتكلم عليها برضو الحقيقه هي التمبتشر، يعني كلها حاجات تعتبر ميكانيكال ريليتد، يعني على الاقل التمبتشر لازم يكون في ليميت لكل ميديكال ديفايسز على التمبرتشر اللي هي بتبقى يعني بتعملها جنريشن وممكن يتعرض ليها المريض او اي حد حوالين الجهاز. فاحنا بنتكلم الحقيقه على يعني ممكن نتكلم على حاجتين الحقيقه. بنتكلم على الاجزاء اللي هي likely to be touched، يعني اجزاء الجهاز اللي هي ممكن حد ان هو يلمسها والجهاز ده شغال. اوكي؟ بيبقى في عندنا عند حسب وقت اللي هو ممكن الشخص يعني احنا يعني likely ان احنا نتاتش ات فور ا سكند اور 10 سكندز اور 1 مينيت اور اكتر من كده. كل واحده من دول الحقيقه لها تمبرتشر ليميت المفروض ما تزيدش عنه. وبنتكلم على حسب نوع الماتيريال نفسها، يعني لو بنتكلم على الميتالز اند ليكويدز مختلفه عن الجلاس والبورسلين الحاجات دي كلها، بنتكلم على المولدد بارتس اللي هي بلاستكس بتبقى مختلفه. كل واحده فيهم لها ماكسيمم تمبرتشر المفروض ما تزيدش عنها. دي بمنتهى البساطه احنا بنشغل الجهاز ونخليه خلاص بقى في السيدي ستيت ونقيس درجات الحراره في الاماكن المختلفه ونقارنها بالتيبل دوت عشان نتاكد ان الجهاز ده بيفولو الايه؟ بيفولو درجات الحراره المظبوطه. يعني يبقى دايما اقل منها. بالنسبه بقى للابلايد بارتس، يعني جهاز مثلا يعني فرضا جهاز الالترا ساوند. جهاز الالترا ساوند بيبقى فيه بروب، البروب دوت بيتحط على المريض. فده يعتبر ابلايد بارت. فده برضو نفس الكلام، يعني ده بنتكلم على ان هو درجات الحراره فيه بقى بتبقى المفروض تكون كام علشان برضو ما تاذيش المريض. فبنتكلم برضو على تختلف برضو حسب نوع الماتيريال نفسها بتاعت الابلايد بارت وحسب برضو الوقت اللي احنا هنحط فيه الايه البارت دوت. يعني طبعا هنا ما بنتكلمش على 1 سكند لان عمر ما نعمل سكان مثلا الترا ساوند يبقى 1 سكند، فبنتكلم على من 1 مينيت. بنتكلم على درجات حراره زي ما انتم شايفين كده بتبقى اقل شويه علشان دي بنتكلم على ان المريض ممكن يتعرض ليها لوقت اطول شويه. وطبعا بنتكلم على درجات حراره زي ما انتم شايفين كده كلها اقل من اي حاجه تعمل لنا دامج بالنسبه للمريض. باي ذا واي احنا بنتكلم على بالنسبه للسكين مثلا او بالنسبه عامه للانسجه اللي هي الحيويه درجات الحراره اللي هي اقل من يعني اقل من 40 درجه او اقل من 42 درجه 43 درجه بيبقى ما فيهاش اي irreversible damage. لما بنعلى فوق مثلا 48 درجه يعني بنعلى اكتر من كده شويه لوقت طويل ممكن الحقيقه تعمل يعني irreversible damage. يعني بالنسبه للالكترو سيرجري اللي هو الاستعمال مثلا بتاع الكهرباء في ان احنا نعمل قطع مثلا بدل المشرط في العمليات الجراحيه، الحقيقه الايفكت بتاعها الاساسي ان هي بترفع درجه الحراره درجات عاليه جدا بتعمل يعني بيسكلي تعمل القطع اللي احنا عايزينه بشكل يعني عن طريق الحراره. فاحنا بنتكلم عامه على درجات الحراره لما تكون اقل من 50 درجه، يعني في الرينج بتاع ال 50 درجه الحقيقه ما بيبقاش فيها مشكله. لما بنتكلم على الوقت قليل جدا مثلا 1 سكند دي ما بيبقاش فيها مشكله برضو نتيجه ان احنا برضو يعني الوقت عشان الحراره تنتقل فيه بتاخد وقت، فاقل من 1 سكند ما بيبقاش فيه فرصه ان يحصل دامج. فكل درجات الحراره دي بتاكد لنا ان الجهاز ما يبقاش ليه اي افكتس على المريض باي حال من الاحوال، يعني ما يبقاش فيه اي ريفرسبل افكت بعد ما نستعمل الجهاز على المريض او الشخص اللي هو حوالين الجهاز او بيستعمل الجهاز يتاتش اي جزء فيه، يعني برضه ما يبقاش فيه اي مشكله بالنسبه له.